أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج العذراء ليوم الأربعاء 2 مارس آذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، اليوم لازم تركز على شراكتك في الشغل بشكل كبير جدا جدا، وهتصاحبك النهاردة حالة من فتور عاطفي كبير جدا، وممكن يشغلك بانشغالك بعملك اليوم ده، ولأنك مش على الطريق الصحيح مع شريكك فخليك حذر أكتر من الموضوع ده. بنصحك أنك تنتبه وما تسعاش وراء السراب والفراغ، ومش هيكون أي حاجة بتلمع قدامك، ممكن تكون ذهب، فهتجرب انك تفهم الطرف التاني بشكل كويس علشان ما تخسروش او حتى تندم بعد كده. اليوم تركيزك هيكون كله على الشراكة اللي بينك، وهتتصرف على طريق حدسك بشكل كبير جدا جدا، وهتكون صريح اكتر تجاه كل شركائك، وهتتجنب كل انواع السطحية اللي ممكن تكون بتتعرض ليها. لو كان هناك شوية عراقيل ممكن تظهر في حياتك او شوية تأجيلات، هتحافظ على دبلوماسيتك اكتر من المعتاد، فخليك معاها علشان ما تخسرش دبلوماسيتك تجاه اي تفاصيل. بالنسبة ليك هتحافظ على رغبتك اكتر في انك تكون بمفردك اليوم ده، كونك هتكون بهيج، للأسف هيكون الموضوع ده في الحظ اليوم لجنبك. بالنسبة ليك عاطفيا، ممكن تثبت ان طعامك الشهي اللي انت بتفضله او بتحبه هو بالنسبة ليك اعظم قوتك، وهتعرف ازاي تزرع بذور اللي انت حابب انك توصل ليها او حتى انك تحصدها لاحقا. ممكن تجعل نفسك مفهوم من غير اي نوع من انواع الاضرار بشريكك النهاردة. هيكون في لقاءات حلوة جدا وجديدة جدا ومليئة بالوعود بالنسبة ليك، فخليك مستثمر فيها كتير. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، هتميل انك تتابع طرق جديدة، ممكن تكون الطرق دي سهلة لحد ما، لكن بنصحك انك تكون حريص اكتر على انك ما تغفلش عن اي تفاصيل ممكن تكون حيوية حتى لو كانت صغيرة ممكن تأثر على اي وضع. انت هتفتقر للباقة اكتر، فبنصحك انك تكون لبق اكتر وتنفتح انفتاح لازم على شغلك النهاردة، وخاصة الشغل الجماعي. علشان كده بنصحك انك تبذل جهد اكتر علشان تكون تصالحي مع كل ظروفك. بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى مواليد 23 اغسطس ل3 سبتمبر، هيرفع القمر النهاردة كل انواع اللقاءات اللي ممكن تكون بتتعرض ليها في اليوم ده، وفي حينك ده هيجلب ليك بعض التوتر، فخليك مستعد ليه علشان تخوضه وتخلص منه، الا انه ممكن يكون بناء شوية لكل انواع الاتفاقات اللي ممكن تكون بتمر بيها في يومك ده، وحتى شراكاتك وحتى تعاوناتك هتكون ممتازة بالنسبة لكل الاشخاص اللي حواليك، ممكن يكون حتى لزوجك. هتتحمل مسؤولياتك بشكل كبير، وهيتعلق الموضوع ده حتى بشريكك. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل13 سبتمبر، هيحظى النهاردة الأطباء والممرضين والأخصائيين والاجتماعيين بتقدير كبير جدا جدا لو كنت بتشتغل أي حاجة من الحاجات دي، وهتحصل على تقدير في شغلهم، وتقديرهم ده ممكن انهم يفوزوا بعقد او حتى انهم تتم ترقيتهم النهاردة. هتكون مهاراتكم تنظيمية وصفاتكم تعبدية اكتر في المقدمة من حياتكم، لجانب وعيك المهني طبعا. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل22 سبتمبر، هيكون اليوم ده فيه رومانسية كتيرة جدا جدا، والرومانسية دي هتكون مثالية، لانك لو حبيت تتعشى عشاء رومانسي النهاردة على ضوء الشموع هيكون مناسب جدا جدا علشان تعمل كده، او حتى انك تعلن عن مشاعرك لشخص انت بتحبه، او حتى انك تديله عهد بانك تفضلوا مع بعض فترة طويلة جدا جدا وما تسيبوش بعض. لو كنت عازب النهاردة ممكن يكون الوقت مناسب انك تغير الوضع ده وترتبط، ولو كنت تاجر او حتى حرفي هتستمتع بشهرة كبيرة جدا وواسعة جدا في نجاحك الشخصي اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيجي القمر النهاردة في برج الحوت في المساء، وهنكون بنجمع إلهام كبير جدا جدا علشان ناخد قفزة إيمانية كبيرة جدا لينا،
وهنكون متحمسين لأننا نقتطع وقت كبير للأنشطة السليمة اللي ممكن نكون بنحتاجها والتجددية أو حتى الترفيهية عن حلمنا اليوم ده. ممكن أننا نشارك مع شخص مميز جدا بالنسبة لنا في الموضوع ده، ومع الطاقة القوية في برج الحوت هيكون عندنا فرصة لأننا نجري تغيرات هتكون مهمة جدا جدا في حياتنا في الوقت ده وفي الأسابيع اللي جاية. اليوم أيضا بيدفعنا اجتماع في عطارد وزحل النهاردة أننا نفكر بشكل أكتر ونتواصل بشأن كل الأمور والمسؤوليات والالتزامات الجادة اللي هتكون مرفقة علينا تجاه كل الأشخاص الآخرين اللي حوالينا والمخاوف والمظالم اللي ممكن نكون بنمر بيها مع تقدم اليوم ده. هتعزز قدرتنا النهاردة على أننا نركز بشكل أفضل لأن الظروف هتستدعي أننا نكون مركزين. ممكن تكون في حاجة متزايدة النهاردة للوحدة وأننا نفكر في أننا نحل مشاكل كتيرة جدا جدا في الوقت ده، هيكون مناسب لأننا نشوف الحاجات بشكل واقعي أكتر ونقيمها بشكل عملي أكتر ونسعى أننا نحقق نتائج فيها تكون ملموسة. ممكن انه يمثل الجانب ده بدايه مشكله، بدايه مشروع جديده بتتضمن اتصالات حلوه جدا جدا زي الكتابه والتحدث او حتى اننا نعمل تقارير اليوم ده. ممكن يكون في التزام شفهي النهارده او كتابي او حتى تتعهد بالالتزام. ممكن انك تجرب شكل جديد من اشكال التحقق من الواقع في اليوم ده، فخليك مستعد. مع تقدم اليوم النهارده هتزداد الشده عندك وممكن انك تشعر برغبات قويه جدا جدا انك تاخد القرارات النهارده وانك تجري فيها تغيرات كبيرة، لكن نفاذ الصبر النهاردة والضغط ممكن انه يزعجوك بشكل كبير جدا جدا. من الناحية المثالية هنعرف ان نخف ومن اين نضغط في المرحلة التانية علشان نحصل على نتائج افضل. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.